وطني لطلبة المغرب، المجد الخالد لقاطبة الشهداء، من ضمنهم الشهيدين الغاليين أيت الجد محب بن عيسى وكذلك المعطب مالي الذي اغتلتهم الأيادي الرجعية، أيادي الغدر والظلام المتمثلة في جماعة العدل والإحسان، الحرية والكرامة إلى كافة المعتقلين السياسيين. هذا الشكل النضالي يأتي استمرارا في البرنامج النضالي لهذا اليوم، حيث تواجدنا أمام محكمة الابتداء المحكمة الابتدائية بالناظور مع الأساتذة المتعاقدين دفاعا عن حقهم في التشغيل وفي يعني كترسيم. هذا الشكل النضالي على الساعة الثانية هو دفاعا عن براءة معتقلين السياسيين رفيق نعيم الأزرق وكذلك رفيق حمزة محاسين، على اعتبار أن كانت هناك شكاية كيدية من طرف شخص تابع لجماعة العدل والإحسان بين آلاف الأقواس بتهم واهية على أساس الضرب والجرح ومجموعة من التهم الواهية. أتينا اليوم لنؤكد للجميع أن الرفيقين بارئين براءة الذئب من دم يوسف، ومتشبثين ببراءة الرفيقين نعيم الأزرق وكذلك رفيق حمزة محسن، وسنتشبث ببراءتهما إلى آخر رمق. في عشية هذا اليوم من داخل الكلية كاين جلسة تواصلية إعلامية مع مختلف المنابر الإعلامية من أجل أننا نعطيه الحقيقة كما هي للجماهير الشعبية وكذلك الجماهير الطلابية، وتحية نضالية عالية لكم جميعا على حضوركم الكريم. هادي نتعامل معاهم بالعصر، هادي الكلمة هادي قاعدة حياتي، نقولوا نفترض احنا قاعدين في الفيديو في اللايف دابا تمشيو عنده نشوفوا السياق ديالي. أول حاجة قبل ما يقول هاد الهضرة كانت هناك دعوة صريحة للمناظرة، وثاني حاجة هاد الفيديو تندار في نفس الفترة اللي كانوا ستة ديال الرفاق ديالنا في المستعجلات مقطعين. كاين رفيق حاليا اللي عنده مستدي مقطع من هنا مشل من الصبع، ما يقدرش يحرك الصبعين. جا في واحد السياق ديال هاد الشيء، عندنا ستة ديال الرفاق كاينين في كيسميتو، كاينين في المستعجلات، شكون ضربوهم؟ ضربوهم الناس ديال العدل والإحسان. إذا الطريقة اللي هضر بها تما هي لا تعبر عن منظوره السياسي الحركة الطلابية، ولا تعبر عن منظور فصل الطلبة القاعدية. أجيو شوية على المستوى الداخلي باش نحطو الوراق. حنا هاد الناس العدل والإحسان صوناونا، صوناونا العدل والإحسان من وجدة، قياديين في وجدة صوناونا من قنيطرة. بعبارة واضحة كيقول لك خليونا ندخلوا للسلوان غدا غادي نحطو التنازل. إذا أنا باش غادي أول حاجة غادي نعاود نكررها مزيان، الساحة الجامعية فصل الطلبة القاعدين ما وردتش نفتح ديالها من جد. حنا ماشي مولين لاخر، الساحة الجامعية لكل الديمقراطيين التقدميين الذين يؤمنون بقيم التعدد والاختلاف. الساحة الجامعية هي ملك لكل من يرى الآخر المختلف وسيلة للتقدم والرقي والمضي بحركة الآن. حركة الطلاب لهاد الناس باش يدير فصل الطلبة القاعدة باش تقول لي أنا خليني ندخل، ماشي أنا كنصاد لينا كفصل الطلبة القاعدة خليونا ندخلوا الكلية وضد التنازل. إذا هاد الناس هادو، هاد عصام الحسيني اللي كيديروا به هاد كيشبه نوعا ما الامبير هاد في المحاكمة ديالها مع الجمهورية في التمثيل ديالها، كيدير واحد تمثيل سخيف وكيستغنوا من الجماعة ديال العدل والإحسان. وغادي يلاه البارح القادة ديال العدل والإحسان جاو عندهم للدار، كامل جاو عندهم للدار. هذه مسألة سياسية، مسألة سياسية ما عندهاش قيمة كاع بالحقائق بالأكاذيب اللي كتروج على المستوى الإعلامي. هاد الناس بغاو يدخلوا للكلية، والمدخل ديال الكلية هي يمشيو يقتلوا العصاب العصاب ويصوروه ويبقاو يجرجروه. سير الأب ديالو يدير التصريح، سير كي سميتو يدير التصريح يمشي للمنبر الفلاني، سير كذا كذا ودير بلاغات دير كذا. هجوم إعلامي على مناضلين الاتحاد الوطني اللي كيتواجدوا بداخل الكلية واللي كنعرفوهم يعني
منذ مدة ليست بقصيرة. كذلك شهدنا من داخل الكلية اعتقال طالبين مناضلين، والغريب في هذا الاعتقال أنه مبني على تصريحات إعلامية وعلى إنتاجات أدبية بين قوسين تضمنتها مجموعة من البيانات. المشترك في هذه البيانات كاملين والتصريحات أنهم ما كاينينش في المنطقة، فما بالك ما كاينينش، ما تواجديش نهائي، يعني كياخذ واحد الشهادة اللي كيوصيها في الإعلام وهو ما عرفش الحقيقة. تالي كان تطوعي أنني أيضا نقدم واحد الشهادة نصرة للحقيقة ونصرة للواقع، باعتباري واحد الإنسان اللي كان تواجد داخل الكلية من 8 الصبح حتى 7 العشية. وأحيانا كانت على، وبالتالي أي حدث كيوقع داخل الكلية إلا وأنه صور السلطة ولا رغبة أننا كنتابعوه وكنشاهدوه وكنشوفوا الحيثية ديالو. بعد الشكل النظامي اللي كانوا دايرينه الطلبة أكيد اللي كيخصو في إطار تحسين الأعراف ديالو وتحسين الفضاء اللي كيقراو فيه، وتسالى النقاش وتسالت الحيثية ديالو هذا السيد هذا عصام في التحقيق مباشرة بعد الشهر ديال المحاكمة في تحت الكافيتيريا كأيها طالب. في الأمس القارب أسبوعين أو ثلاث أو أكثر كان هجوم ديال هذه القوى في جامعة عبد الملك السعدين في إطار أيام ديال الرفاق ديالنا فصيل الطلبة القاعديين، غادي يجيو يتقمصوا الدور ديال المظلومين وأهل المصدر. صراحة نتفاجأ بهذا التفاعل من غير ديك البروباغندا الإعلامية، بهذا التفاعل ديال النظام اللي ولا كيدار المنازل ديال الرفاق. الإشارة كاين سبعة ديال الرفاق اللي تصدرات في الحقوق مذكرة اعتقال، هما رفاق إلا جينا نشهدو الشهادة ديالنا راه ما غاديش تدوز، لكن كاين الشهادة ديال كل جماهير الطلاب، لأنه واخا تجي تختار ما بين الرفاق اللي تقدر تنسب ليهم هذا الفعل الإجرامي، ما غاديش تلقى شي واحد اللي غادي يتوافقوا عليه على أساس أنه يقدر غير يقدر يدير ديك السلوك. من الناحية الأخلاقية ومن الناحية النضالية صراحة محرجين نقولوا راه الرفاق ديالنا مزيان نحشمو، ولكن كنعطيو متيقنين واحد المسألة على أن الجماهير الطلابية كاملين عارفين شكون هو نعيم مزرك، معطلين ماشي غير ديال فرع سلوان، معطلين على المستوى الوطني، أنهم حضروا في الأنشطة ديال المعطلين وما كيسمو فرع سلوان الجمعية الوطنية، ونعيم مزرك هو نائب ديال رئيس فرع سلوان الجمعية الوطنية يشهد له بأخلاقهم العالية وبمبدئيتهم وبنضالهم وبتواجدهم إلى جانب الجماهير والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. كما قلت السياق كان هجوم على موقع مارتي، كاين أيام ديال رفاق فصيل الطلبة القاعديين موقع سلوان، وكانت ندوة كانت معنونة بعنوان الإسلام السياسي.